دكتورة راندا رزق الأمين العام للمجلس العربي للتنمية المجتمعية، برحب بيك يا دكتور معانا. أهلا بحضرتك ومساء الخير عليكم وعلى كل المشاهدين بتوع القناة عندكم. أهلا بحضرتك معانا. طبعا النهارده يوم حافل بالأحداث السياسية والقوانين ومجلس الوزراء، وطبعا أول يوم في الحوار الوطني. فمصر النهارده حقيقة مليانة بالأحداث السياسية والقضائية والقانونية. أهلا بحضرتك. طيب دكتور، خلينا نتكلم بداية على القانون الخاص بالتحرش. يمكن احنا كان عندنا قانون وكان فيه عقوبات سابقة، لكن احنا النهاردة امام تغليظ لهذه العقوبات. اولا حضرتك شايفة ان التعديلات الجديدة دي ممكن تفرق في هذه الظاهرة او ممكن تفرق في الوضع عندنا في الشارع المصري؟ يعني احنا للأسف بنشوف مازال الموضوع منتشر، مازالت البنات بتعاني، السيدات بمختلف يعني فئاتها واشكالها بيعانوا من هذه الظاهرة. هو طبعا حضرتك النهارده القرار طالع بتنفيذ عقوبة التحرش الجنسي والتنمر، بس أنا بقول لحضرتك حاجة، هو طول كل ده بيتحط تحت مسمى أكبر من كده، وهو العنف ضد النساء. ودي قضية كبيرة مصر مشيت فيها خطوات كثيرة جدا لتحقيقها، غير إن إحنا كمان أعضاء في الاتفاقية العالمية والاتفاقية الدولية والعربية والإسلامية. وبالتالي مصر ليها دور كبير في إنها تقف في ستوب فايلنس أجانس ويمن، واللي هو تحت منه زي حضرتك تفضلت في المقدمه بتاعتك اللي انا استمتعت وانا بسمعها حقيقه، شرحت كل الانواع الخاصه بالعنف، ان ممكن يكون الضغط جزء من التحرش، ممكن استغلال السلطه، المدير في الشغل، الاستاذ في الجامعه، المدرس في المدرسه، السلطه الفوقيه ممكن تكون جزء من التحرش. التحرش النهارده كمان اخذ كل الانواع الخاصه بالتحرش، التحرش اللفظي، التحرش الجسدي، التحرش اللي هو بلغه الجسد اللي ممكن تبص فيه بصه معينه بتعني مسج اكبر بكتير قوي من انت تقوليها باللسان او باللفظ. انك انت التعرض من الجسد يتعرض لانتهان تحت اي ظرف من الظروف. هي النهارده النظر واعاده صياغه القانون بهذه الطريقه بالاساليب اللي هي العقابيه والوقائيه ايضا، مش بس العقاب هو اللي هيبقى رادع، والوقائي ايضا، ان انا بدات ارفع وعي المجتمع تجاه هذه القضيه، فهبتدي اتجنب العديد من المشكلات ومضيقات هذا الموضوع اللي هو كان ممكن الناس بتعمله بدون وعي ان ده تحرش، انه ده مشكله قضائيه او قانونيه ممكن تقع فيها. طيب انا عايزه اقف مع كلمتين تم تحديدهم، هي فكره الايحاءات او التلميحات. ايه المقصود بالكلمتين دول تحديدا علشان الكل يكون على درايه بنص القانون؟ وانا حضرتك مش هقول لك، انا هعتدي عليكي جنسيا دايركت، يعني وحضرتك ممكن اعمل ايحاءات معينه ببعث رسائل معينه على الواتساب مثلا او على اي نوع من السوشيال ميديا، بان انا اوحيلك بطريقه معينه اخدش فيها حيائك بطريقه او باخرى، احط ايدي على اماكن حساسه بطريقه او باخرى، تلامس يعني فاهمين او على جسدي انا بطريقه تخدش حيائك. كل الكلام ده بيندرج تحت فكره التحرش. طبعا طبعا. وفي التحرش حياتك اي حاجه بتاذيني هو جزء من التحرش طبعا بطريقه اخرى، وعنف اصلا بطريقه. عشان كده النهارده بقول الرضا القانوني، سواء بقى الحبس سنتين، سواء الغرامه الماديه، سواء كل العواقب او العقوبات اللي تمت مدركه تحت تعديل هذا الاجراء القضائي او القانوني، بنحتسبه هو نوع من انواع، يعني انا بضمه لرؤيه رئاسه الجمهوريه الخاصه بالحمايه الاجتماعيه. بظبطه ضمن حزمه الحمايه الاجتماعيه. النهارده تقدر اي بنت مع وجود السوشيال ميديا، مع وجود كمان الكاميرات اللي موجوده في كل مكان، لو اي بنت اتعرضت لاي حاجه عن طريق الموبايل بتاعها تسجل او تصور او تثبت حقها، هتقدر انها طبعا تاخد رابع مجتمع قوي جدا ورد فعل كبير بيحط تحت مظله الحمايه الاجتماعيه والامان الاجتماعي، اللي احنا ان شاء الله يعني اعتقد مع نهايه هذا العام هتكون مجموعه الحزب القانونيه والقضائيه والدعم الفني والاجتماعي والمادي ان شاء الله يكون اكتمل. طيب عايزة أروح مع حضرتك لفكرة عقوبة من يسجل المواليد ويكون متعمد أنه هو يقول معلومات غلط. عايزين نفسر النقطة دي، المقصود بأنه هو يكون متعمد يدلي ببعض المعلومات الخاطئة، يعني معلومات زي إيه؟ معلومات حياتك زي خلط الأنسان، ما أنا لو ما حطيتش الاسم الكامل بتاع الأم والأب أنا كده عملت خلط أنسان. لو أنا ما التزمتش بتاريخ الميلاد فأنا عدت التاريخ ميلاد الطفل،
فاصبح ان انا ما بقى يبقى يعني مش عارفه هو ده اتولد يوم ايه الساعه كام، ممكن يبقى سقط سقط قيد وبعمل بلعه في الموضوع بتاع خط سقط القيد. يعني كانت عديد من المشكلات على فكره حاسس بتتولد نتيجه التلاعب في تسجيل دوت، وممكن يكون لا قدر الله طبعا لو ما خدتش كل الاحتياطات بتاعتي الابن ينتقل لعيله اخرى او يتم ضمه لعيله اخرى، يعني جزء من ينسب لعيله اخرى يعني. طبعا انا ممكن اقعد عشان اضايق حضرتك اخد ابنك واسجله باسم حد تاني، وانت تفضلي طول الوقت مش عارفه ابنك مات ولا عايش، ممكن اكتبه هو ميت واسجله على نوم متعافي هو اصلا عايش. فاللعبه في تسجيل المواليد ده، وطبعا حضرتك احنا كنا بنعاني كتير جدا وخاصه في الاطفال اللي هم مجهولي النسب في اوقات كتيره، وفي بعض القرى للاسف كان بس مجهولي النسب مجهولي النسب دي قضيه اخرى. يعني كان في انتشار بالفعل للمشاكل اللي بهذا الشكل؟ لا، وحياتك في ناس كتيره كان بتعمل لهم في بعض القرى والمحافظات تقول لك استنى لما يكمل ثلاث شهور عشان قلت انا شوف ابني ما اولادي ما بيعيشوش بيموتوا. استنى بعد ثلاث شهور كده حضرتك بتلاقي بقى مشاكل كتيره، وبتفاجئني كمان ان الولد ده جاي يخش مثلا وساقط قيد اصلا هو مش موجود عندي ولا ميت ولا مولود. يعني اللي هيأخر كمان في تسجيل المواليد هيكون في عقوبه بتنتظره. طبعا ولازم يكون كمان اثبات رسمي، يعني انت مين اللي راح تسجل الطفل ده؟ ولازم تكون معاه شهاده من المستشفى عليها البصمه بتاعت قدم الطفل. تمام. دي الحاجات المهمه جدا. من كمان النقاط المهمه في قانون الطفل والتعديلات الجديده هي فكره اهميه مراقبه الطفل، وان في عقوبه توقع على الوالدين في حاله ان هم اهملوا او ان هو تعرض لخطر. عايزين نفهم ايه المقصود بهذا التعديل بناء على حوادث كانت عامله ازاي ايضا شاهدناها خلال الفتره اللي فاتت استدعت ان يكون في تعديل في نص القانون. طبعا حضرتك الاطفال في خطر ده مشكله كبيره جدا نتيجه حاجات كتير قوي. نتيجه طبعا ان احنا عندنا مشكله عماله الاطفال والمشاكل الكبيره اللي بتواجه اطفالنا وتعرضهم لخطر. ان الام في اوقات كثيره قوي احنا بنقول بقى عندنا ظاهره من بدري جدا اسمها اطفال المفاتيح، ان الطفل بيرجع من المدرسه الاب في الشغل والام في الشغل فبيعيش مع نفسه هو واخواته او بيعيش لوحده، فبيدي يتعامل مع العالم الاخر بقى سواء الانترنت سواء الثقافه الوارده من اثقاف اخرين، فبيدي انا مش عارفه ابني بيتعامل مع مين بره فيرتشوال يعني. ده يعتبر اهمال، او ده طبعا بيسبب ان الانترنت الامن، حضرتك مشكله الانترنت الامن دي بتعمل مصايب كبيره جدا. الحاجه الثالثه انه ممكن تؤدي الطفل انه يتخطف، انه يسرق اعضائه، يتعرض لانتهاك جنسي ومش عارف هو بيتعامل مع مين، دي نقطه. النقطه اللي نسيب الولد يتعرض لخطر لوحده في البيت تحت اي ضغط بقى الغاز يتعامل مع ماس كهربائي واعتبر اي حاجه من الحاجات دي، ان انا اسيبه مع خادمه قد تؤدي معاه الى بعض العلامات او الحاجات اللا اخلاقيه بطريقه باخرى لازم يتحاسب عليه. ان انا اسيبه في الشارع ينتظر لما مامته تيجي تخلو حتى يتعرض لاي مخاطر خارجيه او داخليه ده برضه تتحاسب عليها. فانا حقيقه يعني انه وليه حقوق طبقا للاتفاقيه حقوق الطفل العالميه، ليه حقوق منها الامان الاجتماعي، الحق في التعليم، الحق في الصحه، الحق في الحياه الامنه. دي كلها حقوق لازم تتوفر للطفل، عشان والا بعد كده ان انا اعرض ابني الخطر ان انا ابعته ويشتغل في ورشه، ان انا ابعته يشتغل في بيت وواضح في السن، ان انا احرمه من التعليم، دي كلها لابد من معاقبه الاب والام في الحالات. لكن العقوبه بتيجي بعد الانذار اللي بيبقى يعني بيوجه للاب والام. طبعا حضرتك شفت في الاونه الاخيره كان في ظواهر كثيره قوي الاطفال معرضه للخطر، ابهات بتقتل اولادها، اطفال بيتعرضوا للانتحار، اطفال بيتفرجوا على لعب الكترونيه تيجي يجسدوها فيتخنقوا ويشنقوا نفسهم. طبعا حضرتك ده كل العقاب اكيد هيكون له في الهيئه التنفيذيه لهذا القانون مواده يعني.